وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمما يتعلق بسورة المائدة من أسباب النزول في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبب النزول: روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوفا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. شرح الحديث: خرج رجل من بني سهم، هو بديل بن أبي مريم، مع تميم الداري قبل أن يسلم. كان تميم رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. الآن هو في القصة هذه متهم أنه أخذ متاع الرجل باعه بمكة، لكن تميم القصة هذه قبل أن يسلم. تميم الداري من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، أسلم القصة هذه قبل أن يسلم، ويحتمل أنه رواها عن نفسه. رواها ابن عباس عن تميم نفسه، ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم، لأن في القصة ما يشعر أن الجميع قد تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل ذلك حدث عام الفتح. هذا الرجل من بني سهم اسمه بديل، خرج مع اثنين من غير المسلمين، تميم الداري قبل أن يسلم وعدي بن بداء. السهمي هذا مات بأرض ليس فيها مسلمين، من الذي قدم بتركته؟ غير المسلمين الذين كانوا معه. أورثة الميت فقدوا جاما، وفقدوا جاما من فضة يعني إناء، مخوفا بذهب يعني منقوش فيه ذهب، منقوش فيه ذهب بخطوط انتقاط طوال كالخوص، والخوص ورقش النخل. أولياء السهم الذي مات قالوا، اشتكوا إننا نفلت من تركة صاحبنا إناء نبيس. فنزلت الآية في خصومتهم فنريد أن نعرف أولا ما معنى الآية. يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية،
إذا أراد واحد أن يعمل وصية يشهد اثنين، إذا حضره الموت أو علامات الموت فينبغي أن يكتب وصية ويشهد اثنين من ذوي عدل من المسلمين ممن يعتبر بشهادتهما. طيب قوله تعالى وآخران من غيركم، يعني من غير المسلمين عند الضرورة من اليهود من النصارى إذا ما وجد مسلمين، لأن واحد قد يموت في مستشفى في بلاد الغرب ما عنده مسلمين يريد أن يوصي، هل يشهد من حضر من الكفار مثلا إذا لم يوجد مسلمين؟ والشهادة مهمة، قد تكون وصية شفوية. فالله قال ذوى عدل اثنان من المسلمين منكم ذوى عدل او اخران من غيركم عند الحاجة، عند الحاجة والضرورة، وهذا يعني في عدم وجود مسلمين. ولاحظ انه قال ان انتم ضربتم في الارض، يعني صارت القضية بالسفر، فاصابتكم مصيبة الموت، والله سمى الموت مصيبة، قال إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. لأنك لو كنت في بلد المسلمين سهل أن تجد مسلمين، لكن في طريق السفر قد لا يوجد. فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة، تحدثونهما من بعد الصلاة إن كان من المسلمين بعد صلاة العصر مثلا، إن كان من الكفار بعد الصلاة التي يعظمونها هم، فيقسمان بالله. فهذه وصية الآن إذا عملنا بها تنبني عليها أشياء، وتركة الميت ورثة الميت تتأثر القسمة، تتأثرون بالقسمة. مسألة الوصية مهمة جدا، حقوق مالية فيها حقوق، فيها حقوق. قال الله فيقسمان بالله أنهما ما غير ولا بدل ولا حرف في الوصية إن ارتبتم، يعني في شهادتهما، لأنكم إذا لم ترتابوا لا حاجة للقسم. إذا متى يكون القسم؟ عند الريبة إن ارتبتم. يقولان لا نشتري به، يعني بأيماننا، ثمنا، يعني لا نكذب. يقسمان بالله أنهما لم يكذبا وما غير ولا بدلا وأنهما صادقين وأنهما لا يريدان ثمنا من أجل الكذب، ما كذب لعرض من الدنيا ولو كان ذا قربة، لا نراعيه لأجل قربه منا ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها كما سمعناها، إنا إذا لمن الآثمين إذا كتمناه. فإن عثر، يعني عثر تبين عثر على أنهما منهما شاهدا استحقا إثما بأن وجد ما يدل على إيش؟ كذبهما وخيانتهما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. طيب من أين نأتي بشاهدين آخرين؟ من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من أولياء الميت، من أولياء الميت أقرب الناس إليه. فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادتهما وأنهما ما كذبا ولا غيرا ولا بدلا وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين. فإذا اكتشف كذب الشاهدين نرد الشهادة على أولياء الميت حين تظهر الخيانة من الشاهدين، ذلك أدنى يعني بهذه التأكيدات أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، يعني لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. فمعنى الإجمالي للآية، الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه، والسفر مظنة قلة الشهود لأن كانوا يسافرون مثلا قافلة، أحيانا لا يوجد شهود كثر يشهدون، فينبغي على الميت إذا نزل به الموت أن يوصي لشاهدين مسلمين عدلين، إذا لم يوجد شاهدين كافرين،
يجوز أن يوصي إليهما. إذا رجعنا للبلد قال الشاهدان الكافران كذا كذا كذا، نمشي الأمور. إذا ما ارتبنا ولا شكينا فنمشي الأمور، إذا شكينا حلفناهما. إذا تبين بعد ما حلفناهما ولو بمدة تبين أنهما كانا يكذبان، نأتي باثنين من أولياء الميت يقسمان بالله أن كلامهما هو الصحيح، لأن أولياء الميت ممكن يقولوا إن الميت ما قال هذا الكلام وأن هذه لنا، أو أنه هو فقط أوصى بالربع وهذان يقولان بالثلث ونحو ذلك من الكلام. ممكن أن الميت يدعون أشياء. إذا تبين لنا كذب الشهود نأتي بأولياء الميت، نسير من أولياء الميت نقول أنتما تحلفان أن كلامكما أصح من كلام أولئك الاثنين. بعض العلماء قالوا أن هذه الآية أصعب آية في كتاب الله، أصعبها تفسيرا وإعرابا وكل شيء، أصعب آيتين في كتاب الله هاتين الآيتين. والآية هذه تدل على أن الوصية مشروعة، أنها تنبغي لمن حضر الموت، أنها معتبرة، أن الإنسان لو وصل إلى مقدمات الموت وتمكن من الكلام وصية نافذة وكلامه معتمد، وأن الوصية يشهد عليها اثنين عدلين، وأن شهادة الكافرين مقبولة عند الضرورة وهذا مذهب الإمام أحمد، وأن شهادة الكفار عند عدم غيرهم مقبولة كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ولو في غير هذه المسألة، وأنه يجوز سفر المسلم مع الكافر إذا ما كان هناك محذور، ويجوز السفر في التجارة. من أين أخذنا من الآية؟ ضربتم في الأرض، فالضرب في الأرض للكسب وغيره. وكذلك أن الشاهدين إذا ارتيب فيهما ولم تبدو القرينة على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهما باليمين نحبسهما من بعد الصلاة ويقسمان مثل ما في الآية. إذا لم تحدث ريبة أو تهمة لا داعي للقسم. إذا اكتشفنا الخيانة أقمنا شاهدين من أولياء الميت. الآية تدل على تعظيم أمر الشهادة وأن الله أداء وضافها إلى نفسه، فقال ولا نكتم شهادة الله، وأنه يجب الاعتناء بها، وأنه يجب امتحان يجوز امتحان الشاهدين. مثل إيش امتحان الشاهدين؟ نفرق بينهما ونقول لواحد معلل على آخر ماذا سمعت الميت؟ متى قالها؟ كم مرة؟ كيف كان وهو يقول؟ هل كان مضطجعا؟ هل كان قاعدا؟ هل كان كذا؟ بأي شيء بدأ؟ بأي كلمة بدأ؟ ونسأل عن قرائن، ثم نأخذ شاهد الثاني على انفراد بحيث لا يتواطئان، نسألهما أسئلة حتى نختبر الشاهدين حتى يتبين الحق. كل هذا لبيان توثيق الوصية، بيان توثيق الوصية. العرب كانوا إذا رأوا علامات الموت على المريض قالوا أوصي، إذا حضر الموت يعني علامات الموت. وقوله تعالى في الآية ذوى عدل منكم يشترط أن يكون الشاهدان عدلين، منكم من أقاربكم أو من المسلمين قولان العلماء، لأن قوله من غيركم من الأجانب يعني غير الأقارب أو من الكفار غير المسلمين، والثاني أنسب للسياق. فتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر بخصوص الوصايا كما قال بعض العلماء. وكذلك فإنه إذا تبينت الخيانة لا يجوز أن نعمل لقولهما، لا يجوز أن نعمل لقولهما. ويستفاد من الآية أن الإنسان لا يجوز أن يكذب لأجل قرابته ولو كان ذا قربا، ولا يبدل ولا يغير. وقد عرف في القبائل الحمية والنصرة للقريب، ولذلك فإن التهمة موجودة فالإنسان يصدق ولا يكذب ولو كان من أجل قريب، ولو كان من أجل قريب. كاتم الشهادة آثم، وقد قال الله في سورة البقرة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، القلب كله آثم، فإنه آثم قلبه، والقلب منشأ الآثام، القلب منشأ الطاعات،
القلب إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. وهذا فيه إشارة إلى العناية بشأن القلب، وأنه إذا ارتفعت الرصاد البشرية لا يثبت إلا من وفقه الله ممن طهر قلبه من الآثام. والآية أيضا تدل على الانتباه والفطنة من المسلمين، ينبغي أن يكون هناك تفطن إن عثر على أنه مستحق المسلم نبي فطن كيف وليس مغفر. إن عثر يفكر يتبين يتدبر ينظر في الدلائل، إن عثر على أنه مستحق إثما بدل كتم أخفي أشياء. وكذلك فإن الصلاة كما قال العلماء في الآية هذه خصوها أكثرهم بصلاة العصر، قالوا لأنه الوقت الذي يغضب الله فيه على من حلف فاجرا. طبعا الله يغضب على من حلف فاجرا في أي وقت، لكن بعد صلاة العصر لأجل الدليل الوارد فيها، الرجل الذي يحلف بعد العصر كاذبا. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى فلها منزلة خاصة. إذا كانوا كفار بعد صلاتهما هما، لأن المقصود ما هو؟ أن يكون الشاهد في أقرب حال إلى الله، أقرب حال إلى الصدق. بعد صلاة يكون أقرب شيء إلى الصدق، ويمكن أن يغلظ اليمين مكانا وزمانا. فمثلا بعد صلاة العصر مغلظ زمانا، عند الحجر الأسود اليمين مغلظ مكانا، عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام مغلظ مكانا، إذا كان في غير المدينتين عند منبر المسجد الجامع في البلد احلف بالله. فإذا تغليظ اليمين هذا يعني اختيار الوقت أقرب ما يكون الإنسان فيه للصدق لأجل استخراج الحقيقة، أن هذه تعلق فيها حقوق. فإذا نظر الإنسان إلى الآية يجد يعني تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. فالمسألة إذن مسألة يعني كبيرة وخطيرة، ولذلك فإن استخراج حقوق البشر ومعرفة الحق من الباطل مهم جدا. وقد حدثت قصة على عهد موسى الأشعري رضي الله عنه. فعن الشعب أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أبا موسى رضي الله عنه فأخبراه، وقدم الكوفة بتركته ووصيته، تركة المسلم الميت ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول حادثة بعد الحادثة التي في عهد النبوة، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال فأمضى شهادتهما. وهذا إسناد صحيح، والقصة إسنادها صحيح إلى الشعبي رحمه الله تعالى. والحديث يؤخذ منه الحث على الوصية عند الموت، لأن الإنسان أصلا إذا نزل به الموت ليس له شيء من ماله، لكن الله تصدق عليه بالثلث، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. يعني إذا نزل الموت أصلا الإنسان إذا الواحد مال ما له حق في ماله، لأن المال الورثة، لكن الله من رحمته أعطى الإنسان الحق في التصرف في ثلث أمواله بعد وفاته. لأن لو قلنا الآن هذا إذا مات
ما له حق في ماله، ليش يتصرف في المال بعد الموت؟ كل هذا ورد. لكن الله من رحمته أعطى الإنسان صلاحية، أعطاه حق أن يتصرف في ماله بعد موته بالثلث، يذهب المكان الفلاني والمكان الفلاني وهكذا. وهذا الحديث فيه الحث على مراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، والحذر الشديد من الخيانة، لأن الله غلظ في الأمر جدا سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها التي لها سبب نزول هي في سورة الأنعام. انتهينا من آيات المائدة والآن نذكر في آيات سورة الأنعام. قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وهذه الآية قرأناها هذه الليلة في صلاة التراويح، فجاءت هنا بالمناسبة. روى الإمام مسلم رحمه الله في سبب نزول هذه الآيات عن سعد بن أبي وقاص قال: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود منهم. وكان المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تدني هؤلاء، يعني الضعفاء والفقراء والأعبد، تأتي بأعبد تدنيهم؟ كيف نقترب منك ونجلس معك وعندك عبيد؟ لا يمكن. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يقيم أصحابه ليصل إلى مصلحة سماع هؤلاء المشركين يجلسوا عنده، حدث نفسه مثلا بشيء من هذا. جاء في رواية أخرى عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر مسلمين، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، بل أبقهم جلساء لك وأخصاء، واصبر نفسك معهم واحدث نفسك معهم، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطع الغافلين ولا أهل السوء الذين اتبع الواحد منهم هواه وانفاط أمره. ابق مع المخلصين، هؤلاء الذين يريدون وجه ربهم سبحانه وتعالى، يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. مثل قول نوح عليه السلام لما قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. يعني حسابهم على الله، وليس علي من حسابهم شيء، كما أنه ليس عليهم من حساب شيء. وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني لو طردت الأخيار يؤخذ منه أن طارد الأخيار ظالم. الذي يطرد الأخيار من بيته، الذي يطرد الأخيار من مجلسه ظالم. فكيف إذا كان سيأتي بأشرار، يعني يطرد الأخيار ليأتي بأهل السوء، كيف يكون هذا ظالم؟ وقول الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتنا الأغنياء بالفقراء، فتنا الأصحاء بالمرضى، فتنا الأقوياء بالضعفاء، فتنا السادة بالأتباع، فتنا الرجال بالنساء، فتنا بعضهم ببعض. لكن في سياق الآيات هنا فتنا بعضهم ببعض، يعني فتنا الأغنياء بالفقراء، فتنا السادة بالعبيد،
فتن الكبراء بالضعفاء، فتن بعضهم ببعض. والله عز وجل من عادته في الناس ومن سنته أنه يفتن بعض الناس ببعض، يفتن بعض الناس ببعض لينظر كيف يعملون. فيفتن الغني بالفقير ليرى عز وجل هل يساعده ويعينه ويصدق عليه أم لا، ويفتن الفقير بالغني ليقول لينظر هل الفقير يقول لماذا أعطى فلان، لماذا منعني، هذه إهانة، قدر علي رزقي، هذه إهانة. الله يفتن الأصحاء بالمرضى لينظر هل يعتذر الأصحاء، هل يشكر نعمة الصحة لما يروا المريض، هل يعينونه يعين المريض. ويفتن المرضى بالأصحاء ينظر هل المريض يقول لماذا أمرضني، يعترض على القضاء والقدر، أو يحسد الصحيح يتمنى أن يزول عنه الصحة. فتنة هذه. والله عز وجل كذلك يفتن الكفار بالمسلمين، فيقول الكفار لو كان المسلمون على حق كان انتصروا، ويفتن المسلمين بالكفار لينظر هل يثبت المسلمون أو يذل ويزيغ ويترك دينهم. الله يفتن الرجال بالنساء ويفتن النساء بالرجال. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا الفتنة هذه فتنة، فتن العباد بعضهم لبعض هذه لأجل تدين الصابر. قال وكذلك فتنا بعضهم لبعض أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم لبعض ليقولوا، يعني ليقول الكفار لما يروا بلال وعمار وصهيب وخباب ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الآن يقول أتباعه النجون يوم القيامة هؤلاء هم الذين سينجون الأعبد، هؤلاء الذين أن الله عليهم من بيننا، يقول أنهم مهتدون أصحابه المهتدون، هؤلاء النجون، هؤلاء من هم هؤلاء؟ إن هم إلا عبيد ضعفاء فقراء، من هم هؤلاء؟ وقوم نوح فتنوا بالحقيقة، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت معك يا نوح رسالة الناس، معك العبيد، سقط الناس الأغبياء بادي الرأي، بس يقتنع من أي شيء يقتنع، ما جاء ما مشى معك يا نوح إلا الذين يقتنعون من أي أول ما تقول لهم كلاما يصدقون. يعني هذا الكلام طيب، كلام قوم نوح الكفرة بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون بادي الرأي، هو نفسه الذي يقول عنه أهل الجاهلية المعاصرة، يقولون عن المتدينين مغرر بهم، مغرر بهم. الحين هذا إنسان اتبع الدين وتمسك بالدين واتبع الحق لأنه رأى أنه الحق، وبالدليل تسميه مغرر بهم. فنفس التهمة، يعني كل الكفرة والظلمة في كل عصر ومسلم يكررون نفس الشيء. ففرعون في 20 فرعون والضعفاء أيضا نفس الأحداث تتكرر نفس الشيء. فقال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. أفمن هم أتباع الرسل؟ أبو سفيان هرقل لما سأل أبا سفيان، جاء أتى بأبي سفيان وسأله قال أخبرني عن هذا النبي الذي وعد فيكم، ما هو السؤال؟ قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هم أتباع الرسل. هرقل كان عالما من علماء النصارى ذكي، كان على وشك ان يهتدي لكن ما قدر الله، يعني اضله ملكه، ولا كان خلاص معلن الاسلام، يعني سيبايع يذهب
يبايع النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه ويغسل قدميه، لكن غره ملكه فتنه ملكه فترك اتباع الإسلام وكان جديرا به. كان الواجب عليه أن يترك مملكته ويلتحق بالمدينة. فمشركو قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبونهم ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكانوا يقولون إذا عقدوا مقارنة أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أحسن نادي منتدى، نحن أكثر عددا أكثر نفيرا، أين مجالسنا من مجالسهم؟ مجالسنا عامرة كثيرة العدد فيها شخصيات، وهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام من الذين معه؟ من هم جلساء؟ ومجلسهم مكون من ضعفاء وفقراء وعبيد. فالكفار ينظرون دائما إلى المظهر والصورة الخارجية، فيقولون قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فجابهم الله قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، أهلكنا أمم عندهم أكثر أموال وأكثر أولاد وأكثر أبنية أحسن أساسا ورئيا وأحسن أشكال أيضا ومنظر مرئي. ولما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أجاب الله تعالى قال أليس الله بيعلم بالشاكرين، الله أعلم بالشاكرين، هؤلاء ما هؤلاء، أليس الله بيعلم بالشاكرين بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام سبحانه وتعالى. ولذلك القاعدة الإسلامية إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمنذ قديم الزمن والدعوة مبتلى بالملأ، من هم الملأ؟ سادة القوم وأشرافهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، يتكرر الأمر دائما. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نوح قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، والله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك قال قوم شعيب لنبيهم ومن معه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وهكذا كان المنافقون في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يستهزئون بالمؤمنين، وإذا قيل لهم يعني المنافقين آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فيتهمون أو يقولون يصفون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سفهاء. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم استكبارا. فالاستكبار من صفات أعداء الدعوة دائما، والله عز وجل حذر نبيه أن يطرد الصالحين وأمره أن يغفر نفسه معه. فلاحظ آية الأنعام ولا تطرد، وآية الكهف واصبر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. وسورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطرد بل اصبر نفسك، لا تطردهم عنك بل اصبر نفسك معهم، اصبر يعني احبس نفسك معهم. فمجالس الكفار والفجار و كثير من الناس الذين هم من أعداء الدين تجد فيهم وجاهات وغنى، صح ولا لا؟ أصلا ما هذا هو سبب ضلالهم أصلا، يعني الجاه والمنصب والعظمة الدنيوية
هي المانع من الهداية. فلذلك لو قارنت أهل الحق وأهل الباطل تجد أهل الباطل أكثر غنى، أكثر رئاسة، أكثر منصب، أكبر منصب، وأهل الحق تراهم أكثر فقرا، أكثر فأقل عددا، أقل رئاسة ومنصبا ومكانة دنيوية، هذا في الغالب. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يتأثر من هذا بهذا ويضعف، بل يلزم أهل الحق ولو كانوا أقلية، يلزم أهل الحق ولو كانوا أفقر، يلزم أهل الحق ولو كانت مناصبهم أقل وأدنى، يلزم أهل الحق ولو كانت رتبهم الدنيوية أنزل، لأنهم أهل الحق، لأنهم أهل الحق. وحين يجتمع عندك مجلسان، مجلس فيه فلان وفلان وفلان من الكبرى، ومجلس نفس الوقت في الوقت نفسه فيه فلان وفلان ومجلس آخر يعني فيه من الضعفاء، فنفسك تحدثك بأن تذهب إلى تلك الوليمة أو المجلس الذي فيه فلان وفلان وفلان، لكن الإيمان والدين يفرض عليك أنك تترك هؤلاء أهل الدنيا وتذهب إلى الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني الضعفاء، أبغوني، أين هم؟ دلوني عليهم، اذهبوا بي إليهم، أبغوني الضعفاء، تنصرون بصلاتهم بدعائهم. لما ماتت المرأة السوداء التي تقوم بالمسجد ما أخبروا، فهو عاتبهم لماذا لم يخبروا، مع أن امرأة سوداء يعني وظيفتها أن تكنس المسجد، لكن أراد أن يبين لهم أن لها شأنا، يعني لو كانت زعيم قوم، ميت زعيم قوم، كان قالوا له بسرعة، وهذه المرأة التي سوداء تقوم المسجد ما أخبروا عنها، فقال فعاتبهم لماذا لم يخبروا عنها. مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء، يعني استهزاء به، هؤلاء أصحابك وجلساؤك، يعني من كل الناس ما انتقيت إلا هؤلاء. فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والآية التي بعدها ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى قول أليس الله بأعلم بالشاكرين. والله سبحانه وتعالى قد بين أن العبرة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله، عند الله وليس عند الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومقاييس الجاهلية تختلف عن المقاييس الإسلامية الشرعية. في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في الجاهلية إن أكرمكم عند الله أغناكم، إن أكرمكم عند الناس مثلا أغناكم وأكثركم جاها أو أعلاكم منصبا ونحو ذلك. فينبغي على الإنسان أن لا يغتر بهؤلاء، ويعلم أن هذه من موانع الهداية، يعني من موانع الهداية الاستكبار والحسد. في الاستكبار مثل ما حصل المشركين مكة، قالوا هؤلاء من الله عليهم بين، أو قالوا رضيت بهؤلاء. الحسد مثل ما فعل إبليس، حسد آدم، لماذا يعني الملائكة تسجد له، ولماذا يؤمر هو بالسجود له. من موانع الهداية إثارة الجاه والدنيا كما حصل لهرقل. من موانع الهداية اتباع دين الآباء والتمسك به مثل ما حصل لأبي طالب. من موانع الهداية طاعة علماء الضلالة كما حصل لليهود، قال عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من يهود لآمن يهود. من موانع الهداية الصحبة السيئة مثل أبي طالب لما حضره أبو جهل وصحبته السيئة.
فهؤلاء الجلساء كثيرا ما كانوا وبالا على من يصاحبونه. وقد لا يتصور بعض الناس خطورة الأمر وضغط البيئة وعدم وجود المعين، لكن في الحقيقة أن هذه عوامل خطيرة جدا. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فهذا كله يدل على أن موانع الهداية تؤثر جدا، وينبغي على الإنسان أن يحذر منها الحذر البالغ، بل ويقترب من أهل الخير. له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا فيأتيهم، لعل الله تعالى أن ينفعه بهم. فهاتان آيتان أو هذه آيات من سورة المائدة وآيات من سورة الأنعام لها تعلق بأسباب النزول، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: هل يجزي أن يضحي الأب عن ابنه ولو كان موظفا مقتدرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يضحي الأب عن ابنه ولو كان الابن موظفا مقتدرا. والابن إذا أحس أن أباه يصر على هذا، من البر أن يتركه يعق عن ابنه أو يضحي عن ابنه، يعني عن الحفيد. يعني يقول: هذا سؤال شهادة، شهادة جامعية فيها نظر التي حصل عليها، فالحل أن يذهب إلى المسؤول في العمل ويطلعه، يقول: ترى أنا شهادتي كذا كذا وضعها، حتى يكون على بينة. صاحب الشركة، صاحب القرار، يكون على بينة، ثم يفعل ما يرى أن فيه مصلحة للعمل. قد يعيد العقد جميزات أقل، قد يتركه ويرى أن صدقه قد نجاه، قد يستغني عنه، أو يتحمل المسؤولية، يتحمل ما يحصل له بعد الصدق. إذا أراد شخص قضاء يوم رمضان أفطر فيه لعذر وجامع في القضاء، يتوب إلى الله ويقضي يوما بدلا منه. أما الكفارة المغلظة فهي خاصة بمن وطئ في نهار رمضان، أما لو وطئ في نهار قضاء غير رمضان فليس عليه كفارة الوطئ، لكنه أذنب وأذنب وأجرم وعليه التوبة والقضاء. هل النساء في الجنة لهم شيء كما أن للرجال حور عين؟ أولا، الجنة ليس فيها أعزب، ليس في الجنة أعزب، إذا ما في خوف على النساء التي ما تزوجت في الدنيا، لا خوف عليها، إنما لا يمكن أن تكون في الجنة دون زوج. فهذه التي لم تتزوج في الدنيا قد يزوجها الله من الأخيار الصالحين في الجنة، كما قيل إن مريم بنت عمران تكون من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طبعا مريم ما يسألها زوج، ليست متزوجة، فإذا دخلت الجنة كيف تكون؟ فقيل إنها تكون من زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن لا خوف، أول ادخلي بعدين إن شاء الله نسألها، لا في خوف. يقول: بعض الناس يضعون أيديهم على القرآن للحلف، ليس هذا من السنة في شيء، فهو أمر غير مشروع كما بينه العلماء، أمر غير مشروع، وضع اليد على المصحف للحلف غير مشروع، وإن كان هو يستخدم في التغليظ، تغليظ اليمين وتأكيد اليمين، لكن ليس عليه دليل. إذا دخل المسجد هل يلقي السلام؟ نعم، بس لكن لا يشوش على
الناس، كان يأتي إلى طرف الصف ويسلم بصوت يسمعه من بجانبه، ما معنى سماه في وجوه من أثر السجود؟ الراجح أثر الطاعة ونور العبادة، أثر الطاعة ونور العبادة في وجهه. هل يجب قراءة الاستفتاح من البدء في الصلاة؟ يستحب. ما حكم كتابة صاد أو صنعا بدل كلمة صلى الله عليه وسلم؟ هذا من قلة الأدب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عليه أن يكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد أن يختصر؟ يعني يختصر الحسنات؟ يختصر الأجر؟ إيش يختصر؟ يكتبها كاملة. وكان بعض المحدثين يكون عند الشيخ والشيخ مسترسل في سرد الأساليب والأحاديث، والطالب ليس عنده وقت لكتابة صلى الله عليه وسلم من سرعة الشيخ، فكان يبيض لها، يعني يترك فراغا أبيض. إذا عاد إلى البيت ملأ كل الفراغات صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبطل أجر. ولذلك قالوا أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، أهل الحديث المشتغلين بالحديث، لأن حياتهم كلها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اشتغال بالسنة سندا ومتنا. يعني أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. هل يجوز أن يتأخر المأموم عن الإمام بركنين؟ كلا، ولا حتى بركن واحد لا يجوز إلا لعذر. متى يتأخر ركن؟ يعني مثلا الإمام ركع، هذا ما ركع، الإمام رفع، فاته الآن ركن وهو الركوع. إذا الإمام ركع وصاحبنا ما ركع، والإمام رفع وصاحبنا ما ركع، والإمام سجد، كم فات المأموم؟ ركنين. جمهور العلماء يقولون من فاته ركنان متواليان مع الإمام بدون عذر بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. رجل اشترى بمبلغ معين منزل الإيجار، وكان الهدف للتجارة، وبعد حلول الحول حصل على مبلغ من الإيجار، هل يجب عليه الزكاة؟ إذا كان قصد تأجير البيت وليس بيع البيت فالزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن يزكي الأجرة على ما يقبضها. هل تجوز الزكاة على الأخ والأخت وابن الخال والخالة؟ نعم، إذا كانوا فقراء، لأن الإنسان لا تلزمه نفقتهم كالابن والحفيد والأب والجد والجدة. ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية حيث أني إذا سمعتها يغضبها قلبي لما فيها من الإلحان المحاكية لإلحان الأغاني؟ إذن هي كما يتبين من السؤال أنواع. فإذا كانت على ألحان الأغاني، إذا كانت بأصوات تفتن، كما يوجد بعضها بأصوات بنات كبيرات لكن صوت يغيرونه، ولا البنت التي أنجبت بالغة، أو أصوات رجال يفتن النساء، لأن الصوت يفتن كما يفتن الشكل الصوت يفتن، وبعضها يذهب بسامعه كل مذهب في الطرب، في الطرب، يعني لا يحمس، لا يحمسك لفعل الخير ولا للجهاد، وإنما الحان لا ينقصها أدوات موسيقية أحيانا، يعني الصدى اللي فيها والمؤثرات الصوتية تغني عن الموسيقى، بل يمكن جعل الموسيقى تكون أقل تأثيرا من مما فيها من المبالغة في هذه المؤثرات. وقد يكون في بعضها
يعني من هذه المؤثرات صوت الأدوات الموسيقية، لكن بالأجهزة الحديثة لو ما وجد الجهاز يعوضونه بأصوات من هذا الجهاز الذي فيه 250 أو 200,000 صوت أحيانا. يقول: الزكاة المتبقي من الراتب الذي يصرف لم أكن أعلم بوجوبها، علما أنه حال الحول ولم أخرجها ولم أخرجها. إذا أنت عينت وقتا للزكاة، عينت وقتا للزكاة، إذا حال الحول على الوقت هذا أخرج الزكاة. لو اكتشفت أنك أخرجت أقل من الواجب أخرج متى ما اكتشفت، أول ما تكتشف أخرج. والزكاة التي بعدها إذا حال الحول الآخر الجديد. إذا عزم المسافر على السفر وأذن الظهر، هل يجمع بدون قصر في بيته؟ كلا، لا جمع ولا قصر حتى يخرج من البلد. المسابقات التي تشترط القسيمة الأصلية، يعني تشترط أنك تدفع قيمة الجريمة، اشتراط دفع مال لدخول في المسابقة من الميسر، هل يجوز الوضوء داخل الحمام بدون ملابس؟ نعم يجوز. قضية التعلق بالرؤى، هذه مسألة الرؤى من المسائل الدقيقة، لأن من جهة الرؤية الصادقة جزء من النبوة، لأن النبوة فيها أشياء كثيرة ومنها إخبار عن المستقبل، والرؤية قد يكون فيها إخبار عن شيء المستقبل، فهي جزء من النبوة. من جهة أخرى بعض الناس لا يفرق بين الحلم من الشيطان والرؤيا التي من الله، وقد تلتبس عليه، فقد يأتيه الشيطان بأشياء في المنام فيظنها رؤيا وهي من الشيطان. اثنين، أنه قد يخطئ المعبر في التعبير، وبعض الناس قد يقدس المعبر ويسلم بكلامه، وإذا قال المعبر كذا يعني خلاص انتهى عنده المسألة معصومة، وهذا ما هو غير صحيح، قد يخطئ المعبر. أبو بكر الصديق قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر رؤيا قال: أخطأت بعضا وأصبت بعضا، وهو أبو بكر الصديق. فإذا المعبر هذا ليس معصوما، قد يفسر لك رؤيا وهو مخطئ، وقد تكون أصلا ما هي رؤيا، قد تكون من الشيطان. فإذا لا نستطيع الاعتماد على الرؤى. مبشرات يعني مثبتات تتفائل بها ترجو من ورائها خيرا، لكن واحد يعتمد عليها اعتمادا كليا ويصبح الآن الهم كله العمل على الرؤى، متى في عام كم في عام كم هذه. ولذلك يجب علينا أن نعمل بالأسباب الشرعية، سواء في رؤى أو ما في رؤى، ننصر الدين سواء في رؤى أو ما في رؤى. يقول: ما أن تنتهي من الفاتحة عتشرع في قراءة سورة ولا تترك لنا مجال قراءة الفاتحة، لأنه لم يثبت في السنة النبوية الوقفة أو الوقت السكتة بين الفاتحة والسورة، ما ثبت. ثبت سكتتان بعد تكبيرة الإحرام لأجل دعاء الاستفتاح، وقبل تكبيرة الركوع لفصل القراءة عن التكبيرة. أما بين الفاتحة والسورة التي بعدها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سكنة، ولذلك لا يأتي بها المصلي. تنبيه أيضا، نسيت أن كنت أريد أن أنبه الآية الوقف على قوله ليسوا سواء، وليس ليسوا سواء، على وقت حصل الصلاة هي صارت التنبيه عليه، الوقف على التنوين، تنوين فتحتين الوقف عليه يكون بالألف، ليسوا سواء. طيب، يقول:
أحد أهدى لي زميلي هدية وحلفت لا أخذها ثم أصر علي وأخذتها، إذن عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين إذا حلفت. قول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثبت في السنة، فتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان ربي الأعلى فقط، كلاهما ثبت. هل ممكن تأخير السنن المؤكدة للصلوات المفروضة؟ إذا كان المقصود السنن الرواتب فلها أوقات معينة ينبغي أداؤها فيها، إذا كان ما قام بها فإنه يقضيها. إذا دخل في تجارة قبل الحول لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول بوضع المبلغ في تجارة، إذا تم الحول على المبلغ يخرج الزكاة ولو كان المال دخل في تجارة. امرأة طلقها زوجها سكران اختلف العلماء في طلاق السكران، فقال بعضهم يقع وقال بعضهم لا يقع، وممن رأى عدم وقوع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وإذا حصل في نزاع فالمرجع إلى المحكمة القاضي. هل يجوز أن يوصي الميت بالورثة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا حديث مشهور استفاضت به أمثلة العلماء. هل تجوز وصية النساء؟ نعم، مثل الرجال المرأة وصيتها مقبولة كوصية الرجل. ما حكم من حلف على قطفة وهو يكذب؟ يعني حلف أنه حصل كذا وهو لم يحصل، فهذا شيء عظيم يجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. وقال بعض العلماء أنه ليس لها كفارة إلا التوبة. هل يجوز أن أعطي كفارة لعائلة مكونة من 10 أشخاص؟ نعم، إذا كانوا كلهم قد أكلوا الطعام، إذا كانوا كلهم قد أكلوا الطعام، يعني لو كان مثلا فيهم ربع فلا يكفي، لكن لو كلهم يأكلوا الطعام يكفي.